مرحبا بكم من جديد. أمس تناولنا قضية المعتقل السياسي والناشط السياسي معمر موسى محمد رئيس الحراك الشعبي الموحد اللي معتقل لما يقارب العام من قبل لجنة إزالة التمكين. بالأمس تعرضنا للرد على طلب الفحص الصادر من النيابة العامة على قضية معمر موسى، واللي تحدث عن أنه المذكور مطلوب في اتهامات أو في قضايا تصل عقوبتها للإعدام، منها تقويض النظام الدستوري والإرهاب وما إلى ذلك في رد النيابة العامة. الرد النيابة العامة كان بناء على بلاغ ومعلومات وردت للجنة بعد مداهمة تمت للمقر كان يجتمع فيه حشد ويجتمع فيه مجموعات حشد. المغر تم مداهمته في يوم 29 يونيو 2020 من قبل قوات من الشرطة والأمن والجيش مع بقيادة صلاح مناع عضو لجنة التمكين. كان هذا في يوم 29 يونيو. معمر تم القبض عليه يوم 2 يونيو في مغر لجنة التمكين بالمجلس التشريعي بعد زيارة للمجلس أو زيارة للمغر لمعاودة أحد المعتقلين. تم القبض على معمر في يوم 2 يونيو، ولم يتم تحرير بلاغ غير البلاغات المعلومة اللي هي صدرت من قبل لجنة التمكين. بعدها يوم 29 تمت مداهمة المغر وتم القبض على عدد من قيادات حشد ما زالوا بالسجون الآن، هم راشد تاج السير وجمعة عريس وحامد عبد الرحمن وآخرين ما زالوا موجودين بالسجن. لما ردت النيابة على طلب الفحص اللي قدمه المحامي كمال عمر تحدثت عنه هنالك جرائم، هذه جرائم هي التي ارتبطت بحشد وبحراك الشعبي الموحد في المداهمة والبلاغة التامة والاتهامات اللي وجهها صلاح مناع في يوم 29 يونيو. يبقى معمر تم إلصاق اتهامات له بعد يعني القبض عليه، هو مقبوض أو معتقل من يوم 2، الحاجات دي تمت يوم 29، تم بحسب كلام النيابة بحسب بيان النيابة أمس أو أول أمس إنه هو تم القبض عليه في الاتهامات المذكورة. إذن الذي اعتقل معمر موسى هي لجنة التمكين، الاتهامات الموجهة له هي الموجهة لحشد اللي هو قبض قبل الاتهامات اللي وجهها المدعو صلاح مناع. يبقى حد هنا ما في تناقض كبير بين الموقفين، الموقف فقط التناقض في أنه تم القبض عليه في تاريخ وتم تحرير البلاغ في تاريخ والقبض على قيادات حشد في تاريخ محدد. إذن حد هنا دي النقطة اللي واقفين فيها الناس. نشاهد ماذا قال صلاح مناع وما هي الجهات التي اتهمها في مداهمته لمغر الاجتماعات، هو مغر معروف ومغر فاتح وفي الشارع بواسطة عربات تابعة للأمن والجيش ومندوب من النيابة العامة كما قال هو وممثل القوات النظامية، وداهموا مغر واستحوذوا على بعض الحاجات. ده الكلام اللي قاله صلاح مناع. نتابع ماذا قال صلاح مناع ثم نعود. احنا في لجنة إزالة التمكين نعمل تنسيق مع كل الأجهزة العدلية وكل الأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية لمنع أي عمل يخل بعمل الثورة ويؤثر على حياة المواطنين. هناك عمل منظم تقوم به تنظيمات تحالف التنظيمات الإسلامية، حشد والمؤتمر الوطني ومنبر السلام وأيضا حشد اللي هو الحركة الإسلامية اللي هو يقود أحمد علي الجزولي. وهناك عمل منظم واجتماعات نحن رصدنا جزء كبير منها في الآونة الماضية، واليوم نحن الآن في إحدى المقرات لمنظمة التواصل وهي إحدى مقرات حشد، وكان هناك تنسيق وتعامل كبير جدا مع المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي ومنبر السلام العادل وحشد لإقامة مواكب واعتصامات. كما تعلمون الإشاعات التي كانت في الأيام الماضية ولديهم اتصالات بأجهزة وبعض الناس الفاعلين في الأجهزة النظامية، ولكن نحن الآن افتحنا هذا المقر اليوم من لجنة إزالة التفكيك ومعنا قوات الشرطة، والتحية لقوات الشرطة وهي الآن في خدمة الشعب. ونحن نريد أن نفعل الأجهزة الأمنية كما ذكرنا في كل اجتماعاتنا، تفعيل الأجهزة يزيد من تأمين الثورة ويمنع الثورة المضادة من العمل المنظم. ولدينا الآن سوف تكون هناك بعض الإجراءات ضد بعض أعضاء في هذه التنظيمات
وقيادات في هذه التنظيمات، لأنه هناك عمل منظم وهناك تمويل قد عمل فعلت كما فعلت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الأخير، كشفت عن الحساب التجميعي وعن التمويل المنظم وعن الأموال المنظمة التي يصرفها المؤتمر الوطني. فالمؤتمر الوطني محلول حسب القانون، وهي عمل تحت راية المؤتمر الوطني أو التعاون مع المؤتمر الوطني يجرمه قانون إزالة التفكيك. فبالتالي نحن اليوم هذا انتصار، ونحيي لجان المقاومة في الكويت وفي الخرطوم وفي أمدرمان وفي بحري وفي كل السودان بمواقفهم القوية وعزيمتهم القوية، ونحذر ونقول أن هذه المواكب مواكب يعني من سوار يعني لهم يعني نوايا حقيقية ونوايا من أجل التعبير والاحتفاء بثورتهم، ولكن النظام البائد والثورة المضادة وكل التنظيمات التي ذكرتها تعمل بدقة وبتنظيم، وأنتم شفتوا كل هذه المستندات وهذه الأجهزة التي تم تجهيزها لتكون هناك منصة اعتصام، وتم تغيير هناك ترتيبات بأن تكون هناك بعض الملتفات لعمل مخرب، وأيضا تجهيز بعض الأسلحة أيضا لقتل بعض الأبرياء، وهذه يعني جريمة ضد الدولة ولتقود النظام. أيضا هناك يعني بعض الأسلحة سوف يتم إن شاء الله ضبطها في خلال الساعات القادمة، وهناك يعني القانون سيطال كل الذين شاركوا وساهموا ومولوا هذه العمليات. ونحن نحذر المواطنين الأبرياء والسوار والشباب أن ينجرفوا خلف هذه، ولكن أن تكون احتفالاتهم في مكانه، ولا أحد يمنع هذا التعبير المباح، ولكن نحن نقف ونحذر من هذه المجموعة القاشمة التي جسمت على صدور الشعب السوداني 30 سنة، وهي الآن تستمر في نفس هذا العمل القاشم، ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله في لجنة إزالة التمكين مع تعاونها مع الأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية. وهناك اليوم كان تعامل وتمت حملة المداهمة بمشاركة جهاز الأمن والمخابرات، وجهاز الشرطة كان في المقدمة، وقوات الدعم السريع أيضا شاركت معنا في هذا العمل، وكان هناك تضافر وتعاون من كل الأجهزة، وإن دل يدل على أنه العمل في المستقبل سيكون مشترك. وهذا هذه رسالة للثورة المضادة ولكل الذين يدعمون هذا الخط لتغويض الثورة، نقول لهم نحن لكم بالمرصاد والشعب لكم بالمرصاد، قد حكمتم 30 سنة وأثبتوا الفشل، ونحن الآن ورثنا هذه التركة الثقيلة من الوضع الاقتصادي السيء والوضع الأمني السيء. فبالتالي نحن الآن في الطريق الصحيح، ونقول لكم الثورة مستمرة إن شاء الله، ولجنة إزالة التمكين سوف تعمل بجد وبكل ما تملك من تفاني وإخلاص من أجل محاربة الفاسدين، ونحن لا نقصد غير الفاسدين. وهذا العمل الإجرامي الذي ترونه اليوم لتنظيم هذه المواكب التي أريد بها العمل الإخلال الأمني في البلاد. فبالتالي نحن نحذر هذه المجموعات ونقول الثورة إن شاء الله سوف ترصد كل هذه الأعمال، وسوف يكون هناك عمل منسق ومنظم بكل الأجهزة لمنع هذه الأعمال الإجرامية. فبالتالي نحن نحب أن نحيي الشباب في ذكرى 30 يونيو، ونقول إن الثورة يعني إن شاء الله يحفظها الله سبحانه وتعالى، ونحب أن يكون هناك تعاون من كل جانب المقاوم بالتبليغ عن كل التحركات والاجتماعات التي يقوم بها أفراد النظام البائد، ونحب أن نحيي أيضا لجان المقاومة مرة ثانية، وأيضا الأجهزة الشرطية والعدلية أو الأجهزة العدلية وديوان النائب العام أيضا بما يقوم به الآن من تحريات معنا في هذه اللحظة، وإصدار الأوامر التي تتحرك للقبض وضبط هؤلاء المجرمين. طيب، ده الرد بتاع صلاح مناع. صلاح مناع بيتكلم وبيخاطب في وسائل الإعلام، اتهم جهات وأحزاب سياسية بأنها هي دبرت وخططت لعملية اغتيالات وعملية بتاعت إرهاب وما إلى ذلك، وسمى أحزاب سياسية جزء منها لم يكن جزء من حشد وجزء منها لم يكن موجودا ولا يعرف شيء عن حشد. هذه الجهات ذهبت يعني إقامة دعوات ضد صلاح مناع، ولكن اصطدمت بعوارض كورونا ثم العوارض الأخرى في التسويف، في أنها يعني تقيد بلاغات في صلاح مناع لأنه وجه لها اتهامات بدون أسانيد وبدون أدلة، مجرد اتهامات في الهواء. هذا كان في يوم 29 من يونيو. بعدها صدرت قرارات من قبل النيابة في مواجهة المتهمين اللي منهم معمر موسى. لما النيابة اتكلمت عن أنه المتهم مطلوب في قضايا وحددتها، هي القضايا التي تحدث عنها صلاح مناع. شوفوا المفارقة، صلاح مناع في كلامه الأسي
كان يوم 29 يونيو. معمر تم القبض عليه يوم 2 يونيو، قبلها ب 27 يوم. يعني هو معتقل يوم 2 يونيو لأنه وجدوه جاء زيارة في لمقر التمكين، زيارة لأحد المقبوضين في لجنة التمكين عشان يعرف الحاصل شنو. خش في مخاشنات مع الموجودين، تم القبض عليه وودوه السجن. يعني شغل بتاع عصابة وبلطجة بالشكل الكامل. الموضوع ده قام بينه قام بين المقدم عبد الله سليمان الموقوف الآن بجريمة يعني اختراق خصوصيات الناس والقيام بأدوار قذرة جدا، هو الآن موقوف عن العمل. ده المقدم عبد الله سليمان اللي قام بالعملية بتاعة القبض على معمر. ده يوم كم؟ يوم 2. حديث صلاح مناع يوم 29. الكلام جاء في 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 رد النيابة أو النيابة العامة على الفحص، جاء بالحيثيات اللي دفع بها صلاح مناع في الوقت ذاك، وأصلا معمر موجود في السجن له 27 يوم. محامي معمر أيضا تقدم بطلب للجنة التمكين التابعة لمجلس السيادة كما معنونة في الأوراق الرسمية الصادرة منها بالتوضيحات واستفسارات للجنة عن قضية معمر. طيب نشوف ماذا ردت، بماذا ردت اللجنة على الاستفسارات الدفع بها محامي معمر موسى. طيب الرد باختصار جدا يعني قال إنه الإجراءات المتهم فيها معمر، ده حسب الرد الرسمي الصادر من مجلس السيادة، الإجراءات المتهم فيها معمر بطرف النيابة وهي جهة مستقلة عن اللجنة بحسب قانون النيابة للعام 2017. يعني هما قالوا الإجراءات المطلوب فيها معمر موسى هي تابعة للنيابة العامة، ما عندنا معها علاقة بحسب قانون النيابة. طيب الرد على الاستفسارات ترجع، الرد على الاستفسار يرجع للنيابة ولا علم للجنة بمسار الدعوة، واللجنة ليست جزء من هذه الدعوة. ده الجزء الثاني من الرد. نمرة 3، وليس من صلاحيات اللجنة القبض على الأفراد أو الإفراج عن المتهمين. يعني قالوا لجنة التمكين بحسب الرد منها إن هي ما من صلاحيات إنها تقبض الناس ولا من صلاحيات إنها تفرج عنهم. طيب صلاح مناع ده لما ركب في عربات الحكومة ومشى وداهم ويتكلم للإعلام، من أين أتى بهذه الصلاحيات في تلك اللحظة؟ أما الآن هروب من اللحظة ومن القضية الأخلاقية بتاعت معمر، ده هروب حقيقة، لكن كل الأدلة والأسانيد موجودة، ما في طريقة للهروب. طيب تنصح اللجنة مقدم الطلب اللي هو المحامي بمخاطبة النيابة العامة. بالأمس مقدم الطلب ده برضو خاطب النيابة العامة في قضية معمر موسى. ماذا كان رد النيابة العامة؟ رد النيابة العامة إنه هو مضبوط ومطلوب في القضايا اللي دفع بها صلاح مناع اللي هو لجنة التمكين. دي القضايا اللي أوردتها النيابة العامة في حيثياتها في الرد على طلب الفحص. ابقى يعني ده تناقض كبير جدا جدا، ودي جريمة أخلاقية كبيرة بتقوم بها النيابة العامة وبتقوم بها لجنة التمكين في التناقض. شوفوا الرد بتاع النيابة العامة وشوفوا رد لجنة التمكين، الاثنين الجهتين يعني بيحاولوا انه يبعدوا الموضوع عنهم، والجهتين بيردوا على الخطابات الرسمية بتناقض كبير ورهيب. النيابة بتتهم اتهامات مرتبطة بالقدامة صلاح مناع، اللجنة بترمي اللوم وبترمي القضية للنيابة العامة، ومعمر وين؟ معمر في السجن. إذن من الذي اعتقل معمر موسى؟